حكاية طريقين تجاوز عمرهما 3 عقود، خريص والمطار القديم، ساهما في مولد الرياض الحديثة آنذاك، فتسابقت عشرات الجهات الحكومية على أخذ موطئ قدم لم تغادره رغم تضاعف الحركة المرورية والنمو السكاني عشرات المرات. إذا عرفنا أنه طريق خريص في اتجاه الغرب حوالي 135 ألف مركبة في اليوم، ويقابله 100 ألف مركبة في اتجاه الشرق. جميع المحاور التي تتقاطع من طريق خريص تغذي بأعداد كبيرة من أحجام المرور. المدينة بحجم مدينة الرياض وعدد سكان يتجاوز 7 مليون نسمة وعدد مركبات حوالي 2 مليون مركبة تولد 9 مليون رحلة يوميا، وفي غياب تام وسائل النقل العام تولد عندنا مشكلة طريق خريص. يختنق الطريقان صباح كل يوم عمل، والمرور يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويرى مختصون ضرورة إعادة تقييم المداخل والمخارج ونقل المباني الحكومية خارج المنطقة المركزية. تم الاجتماع مع الهيئة العليا والأمانة من أجل تحديد المداخل والمخارج لهذه الوزارات الواقعة على طريق الملك عبد العزيز اللي هو المطار القديم، من أجل تعديل مداخلها ومخارجها، بالإضافة إلى تقليل عدد المراجعين لهذه الوزارة بتفعيل دور الخدمات الإلكترونية في التقليل من استقبال المراجعين. مختصون ينتقدون غياب دراسة التأثير المروري في الرياض قبل أن تصبح عاصمة ناطحات السحاب. هذه الدراسات تعطي تصورا عن حالة المرور المستقبلية لأي منطقة تفاديا للازدحام، ما يتيح إمكانية تفادي هكذا أزمات. خالد العمري، العربية، الرياض.